ونبقى أيضا في فلسطين، حيث أصدر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تقريره الشهري الذي يرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48. وجاء في التقرير أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي قتل 9 فلسطينيين واعتقال 650 من بينهم 42 طفلا وقاصرا و17 امرأة. مدير المركز فؤاد خفش قال إن مدن الضفة مستباحة بكل ما تعني الكلمة من معنى، حيث يتم اقتحامها كل ليلة لاعتقال المدنيين الآمنين. معي للحديث حول هذا الموضوع مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد خفش من رام الله. سيد فؤاد خفش، هل فعلا ما قلته بأن مدن الضفة الغربية أصبحت مستباحة بالكامل، هل يتطابق ويتوافق ذلك مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية أوسلو من تنسيق أمني بين الاحتلال وبين السلطة الفلسطينية؟ من بداية النعم أخي الكريم، يعني منذ الاجتياحات الفلسطينية عام 2002 حتى اللحظة مدن الضفة الغربية سطح مشاء مرتع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من المقاطعة التي يقطن بها الرئيس الفلسطيني، يجري الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واقتحام لمنازل الفلسطينيين واعتداءات على الفلسطينيين. هذه الاعتداءات يعني ارتفعت بشكل كبير بعد حرب غزة الأخيرة، وهنالك استهداف واضح لكل ما هو فلسطيني سواء كان من الداخل، القدس، طفل كبير، امرأة. يعني خلال هذا الشهر أكثر من 17 فلسطينية تم اعتقالهن من قبل الاحتلال الإسرائيلي. مدن القدس الأكثر استهدافا من خلال حملات المداهمة والاعتقالات للفلسطينيين. فيما يخص أوسلو أخي الكريم، لم يبقى منه إلا أمر واحد فقط، ألا وهو التنسيق الأمني. كل شيء يخص أوسلو انتهى، مدن الضفة الغربية استبيحت، لا يوجد أي شيء من أوسلو إلا التنسيق الأمني. هذا السيف المسلط على رقاب الأحرار من فلسطين وفي فلسطين. وماذا عن مصير هذا العدد الكبير من المعتقلين الآن في سجون الاحتلال؟ هل وجه لهم الاحتلال أي تهم؟ يعني جزء من هؤلاء تم تحويله للاعتقال الإداري، وجزء منهم أفرج عنهم بغرامات مالية كبيرة باهظة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وآخرين تم يعني توجيه تهم لهم علاقتها مقاومة الاحتلال أو مواجهة الاحتلال وما شابه من الأمور. طيب، هؤلاء الذين ما زالوا الآن في السجن، هل هناك إمكانية لأن يتم خلال التقاضي الدفاع عنهم من خلال محامين مدنيين؟ يعني عمليا نحن يعني نقوم بالدفاع عن أغلب المعتقلين الفلسطينيين وتمثيلهم أمام المحاكم الإسرائيلية، رغم عدم ثقتنا بهذه المحاكم إطلاقا. جزء من هؤلاء يواجه تهم، يعني يوجه له تهم كبيرة، ويتوقع أن يواجه أحكام تصل لمئة عام وأكثر من 100 عام المؤبد، وآخرين قد يحكم عليهم 10 سنوات وعشرون عاما. يعني هنالك تختلف القضايا من شخص لآخر، ولكن هذا هو حال شعب قبل أن يقاوم محتل يرزخ على أرضه. يعني مئات الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال يوميا، هنالك ازدياد في أعداد هؤلاء، ولكن يعني هذا الحال لبلد تحت الاحتلال كما ذكرت قبل. طيب، ما الذي يمكن أن تفعله السلطة الفلسطينية حتى وإن كان هناك تنسيق أمني؟ هل التنسيق الأمني ينص على يعتقل هؤلاء دون تهم ويقبعون في السجون؟ يعني أخي الكريم، السلطة الوطنية الفلسطينية قبلت أن يكون دورها المطالبة والمناشدة دون أن يكون هنالك تحرك فعلي حقيقي وتوجه رسمي للمؤسسة الرسمية الأممية برفع شكاوى على الاحتلال الذي يمارس هذا النوع من الانتهاكات. يعني حينما نقول أن في 50 يوم قتل أكثر من 2500 فلسطيني، يعني هذا لا يقارن إطلاقا مع 650 معتقل خلال الشهر الحالي. يعني جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين جرائم كبيرة، ولكن الأهم من كل ذلك، هل تتوفر لدى القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية إرادة سياسية لمواجهة كل هذه الانتهاكات التي يمارسها هذا المحتل؟ هذا السؤال الأهم، وبتقدير القاطنة حتى الآن ما زال الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يعني تراهن على أن الإسرائيليون سيعدلون عن خطواتهم. ونلاحظ أن إسرائيل قادمة إلى على فترة انتخابات خلال 4 شهور القادمة، وهذه الفترة لن يكون بها استقرار سياسي، لذلك لن يكون الجانب الإسرائيلي
قادر على تقديم أي شيء للفلسطينيين الذين يلوحون للأسف الآن بالتوجه للمؤسسات الأممية والتهديد بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية. أشكرك شكرا جزيلا مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد خفش، كنت معي عبر الهاتف من رام الله.